تعود الكرة من ويليان، ويليان بالرأس، التصدي في مرة أولى وثانية كريس مارينغ، مارسيال، مارسيال، يوسع، أنتوني مارسيال، مارسيال، دفاعي صوت للدنمارك الإنجليزي، أشلي، يونغ يوزع، الكرة روميلو، روميلو لوكاكو، والحارس تيبو كوردوا، روميلو لوكاكو مشاهدينا الكرام 24 عام في أول موسم ليه ديال مارسيال جول جول اي 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 أليكسيس سانشيز غاب عليه الامتياز في هذه اللحظات بالذات من اليسار لليمين فيكتور موسيس فيكتور يسدد صغر الكوكر على مستوى النتيجة بول بوكبا اللي وسع وإمكان دلف اللي اندلف كرة رايعة كرة جول 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 في قلب عقل ومزرعة الأحلام البلوز عنده أجمل الأقدام شوف الكرة مشاهدينا الكرام هذه هي اللقطة حقيقة سرعة خيالية للفرقة اللندنية ويليان ويليان بكرة وأزارة الفنان ويليان يفجر الدفاعات الإسبانية للحارس دافيد دخيا ويأتي لتشيلسي أول أسبقية أزرق اللون أمام عشاق يونايتد في المقابل جمهور البلوز في ملعب أولد تروف ألونسو شوف المساحات في أزعم الأوقات كريستيانسن يعاني هذا سانشيز كرة جول كرة جول جول بام 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 هو بام 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 انفجار مانشستراوي رهيب مانشستر يونايتد بهذا الايقاع العجيب اجمل الاقدام يا السادة في مزرعة الاحلام شوف أليكسيس سانشيز في البداية مارسيال في التقاطع وروميلو لوكاكو يرسم الموناليزا أولاد يونايتد طايرين طايرين يا السادة يا مشاهدين أحمر اللون بكل الفنون يونايتد من أجمل ما يكون في هذه شو هذا؟ أو ماركوس أو كورة ضاعت كورة ضاعت مباراة خرافية الآن بين الفريقين مباراة عالمية بنجومها الفلكية حكاية ما بعدها حكاية يعاد جاز التمادى وإمكانية التصويب والركنية فرص باستثناء الهدف الذي فتح به باب التسجيل وحرم الحارس دخيا من الحفاظ على الشباك نظيفة. بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث عن الهدفين والشوط الأول وماذا ننتظر. لكن التسويب كريدا ماركوس ألونسو ودافيد تريكوادا تصوير غدارة غدارة من تريكوادا ودخية عظيم الحراس في العالم حاليا الأسد في العرين يريدون الفوز ألونسو ألونسو اللي الرهيب البرازيلي يعدي التسويق في كوبا كابانا بعيد التسويق
نذكر مشاهدينا الكرام اكوادوري تعدي لالكسيس سانشيز رقم 7 في اليونايتد. الكرة لبوغبا، بوغبا يتعثر، بوغبا ويوكسو كاتكو وكريس سمولينغ ذكي جدا ويعدي على اليمين لوكاكو وتعدي لكن وين بعد عوده في النيراوة يعود عليه كل لاعبين بلوز يوصى شيء كبير يا عمري شيء كبير يا عمري هذه المقصيه الازدواجيه من نجم الكره البلجيكيه رائعة من الحراسة البلجيكية سانشيز بالراس نيمينيا ماتيتش وبالراس مرة أخرى رومينو لوكاكو هذه المقصية العالمية دين لنادي بارزا ماركوس ألونسو كرة من ويليان على مرتين دافيد دقية كاد أن يأتي الهدف بالنيران بالنيران الصديقة باكما بوغبا لينغارد واتر القامات البارعة يوصى جول جول بام 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 بالراس جابهالو في أجواء هستيرية عالمية انفجار في اوقات غدارة في معقل الاحلام انفجار مانشستراوي يونايتد بالايقاع الثامن جاس لينغارد بجرعة وويليان وعديم الحراس الانجليز امام قدامي الدقيقة الاسباني شنو هذا شنو هذا مباراة من العين وهذه كرة عكسية بيدرو في مباراة الجنون وكل الفنون ويليان ويليان